السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير للجميع. أيها الأحبة، اليوم نبي نتحدث عن علاج اسمه التلبينة، ورد فيها حديث عدة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع النساء لذلك ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت رضي الله عنها ببرمة من تلبينة ثم طبخت، ثم صنع ثريدا، ثم صبت التلبينة عليها، ثم قالت رضي الله عنها: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: معنى مجمة للفؤاد أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم والحزن وتنشطه أيضا. وهذا الحديث أيها الحبة دليل على أنها التلبينة تذهب عن المحزون حزنة ويعالج بها المريض وتنشط القلب وتريحه. التلبينة والشي هي عبارة عن ملعقتين من الشعير المطحون بنخالته، يضاف عليها كاس ماء فتطبخ على النار لمدة 5 دقائق. وبما أن التلبينة من الشعير، فإن الدراسات الحديثة أثبتت أن للشعير فوائد للقلب ومهدئ وملين للقولون، وأظهرت الدراسات الحديثة أيضا أنه يعالج الاكتئاب ويعالج ارتفاع السكر ويعالج أيضا ارتفاع الضغط. كما أظهرت الدراسات أيضا أنه بإذن الله يقي من الإصابة بسرطان القولون، وأيضا يحمي من تصلب الشرايين. طريقة الاستخدام: بعد ما تصفي الماء حق الشعير، بغيت تضيف عليها عسل أو تضيف عليه حليب لك هذا، وتشرب منه تقريبا 2 كوب باليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض وأن يكشف ما به من ضر، وهو أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.